مرحبا بكم في البيت الأبيض ومرحبا بكم في المكتب البيضاوي. قبل أن أبدأ أود أن أناقش بعض الأمور المتعلقة بالأحداث التي جرت في منطقة الشرق الأوسط. As you know, Iran launched an unprecedented aerial attack against Israel, and we mounted an unprecedented military effort to defend Israel. شنت إيران هجوما جويا غير مسبوق ضد إسرائيل، وقمنا نحن من طرفنا بجهد عسكري غير مسبوق دفاعا عن إسرائيل، وبالتعاون مع شركائنا قمنا بدحر هذا الهجوم. United States is committed to Israel's security. إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. We're committed to a ceasefire that will bring the hostages home. ملتزمون بوقف إطلاقنا وإعادة الرهائن والحقول دون اتساع رقعة النزاع. بتأمين وقف إطلاق النار في غزة بحيث أنه سيعيد الرهائن المتبقين ويمنع توسع رقعة الصراع في المنطقة. We're also committed to the security of our personnel and partners in the region, including Iraq. Partnership between Iraq and the United States is critical. We've seen over the last decade as our troops have served side by side to help defeat ISIS. وقد رأينا ذلك على مدى العقد الماضي حيث عملت قواتنا جنبا إلى جنب للمساعدة في هزيمة داعش. And we've seen this in our strategic framework agreement as well. ونرى ذلك أيضا في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الخاصة بنا كذلك. And I want to personally thank you, Mr. Prime Minister, for your focus on strengthening Iraq's economy and energy independence. وأود أن أشكركم دولة رئيس الوزراء على تركيزكم على تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. That's a goal we share today with you, and we're going to discuss that later today. وهذا هو الهدف الذي نتشاركه معكم اليوم والذي سنناقشه اليوم.